اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه السادسه من الوقت رو لهولو نايت. معكم جيمي، يلا نبدا. هلا انا بعد ما خلصت الحلقه الماضيه كنت كثير حاب ارجع ديرت ماوث عشان اشتري اللمبه واصرف ال 2100 جيو اللي معاي، بس كسلت صراحه، فعشان هيك قررت اروح على المانتس فيليج دايركت، ومن هناك اصلا راح ناخذ كمان ابيليتي. فممكن لو شفت الموضوع خطير شوي ممكن اعيد المكان. هلا هون احنا المره الماضيه نزلنا نزول اوكي، وضلينا لتحت لو وصلنا الجيو كاش. فلو بدك تطلع راح يكون في عندك هون مانتس ووريرز، ممكن تموت لو سمحت وما تقتلني. اوكي احنا نزلنا من فوق. هلا طبعا مش هتقدر تطلع، بدك المانتس كلو اللي راح ناخذه احنا هلا في هاي المنطقه. هيك بنكون وصلنا على المانتس فيليج. هون وش بدك تنط تعمل داش. اول انمي راح يكون عندك مانتس وورير من اللي بيطيروا، قتله او هو بضربك. هون تحت في عندك كمان مانتس وورير، ايوه هيل. في كمان واحد فوق لو شايفينه. في مجال تموت لو سمحت. اوكي هيك مات. هلا فوق في عنا ليفر، احنا هدفنا نفتح هذا الليفر عشان نروح على باقي المانتس فيليج، باقي المنطقة. اوكي هيل. في عندك هون كمان طريق، في كمان واحد. هلا هون ما حتقدر تشعبط، فبدك المانتس كلو. فلو تنزل هون، ليش طلعت فوق؟ عشان افضل منطقة فوق فعليا. هون هذا محل ما قتلنا هلا اول واحد، هيو هون جثته. فعليا الليفر اللي موجود فوق راح يفتح لك هذا الارض لو تطلع في ضوء طالع، فيضمن انه انت من هون طريقك. هون في عندك كمان مانتس وورير. هيك مات. تفتح هذا الليفر، هذا الليفر راح يفتح لك طريق اللي فوق لو شفتوها. هلا من هون ترجع تطلع لفوق. هون نط واعمل داش، من هون نط واعمل داش. هاي اللي فوقنا هي الابيليتي اللي بدنا اياها هلا، اللي هي المانتس كلو اللي حتخلينا نتشعبط على الحيط. كل هاد طلع فوق، انزل هون تحت، وهيك ناخذ مانتس كلو. هلا بنقدر نتشعبط على الحيطان وهذا الاشي ممتاز. اوكي طلع هون، راح تصير الحيط مش راح تقدر تنط على الحيط، نط من حيط لحيط تتشعبط على الحيط نفسها، كثير حياتك سهلة. خذ من هون الكاش، خذ هذا الكاش وارجع انزل تحت. اوكي هلا من هون نط لفوق برضه، اطلع من هون. هلا هون فوق راح ياخذك على مدخل ثاني للفنجل ويست، ترجع عليها. لو تطلع هون للاخير تاخذ وندرز جورنال، هاي كمان ايتم تقدر تبيعها عشان تاخذ مور جيو. كل هاد كل هاد. متذكرين الشورت كت اللي فتحناها ب الفنجل ويست وحكيت هاي الشورت كت؟ كان في جنبها كمان طريق، بس طريق هذا لفوق واحنا ما بنقدر نطلعه لانه بدنا المانتس كلو فعليا. هذا بورت منه. اوكي هلا هون هاي بدك، هاي بدك دبل جمب عشان تقدر تطلع لفوق، او انه بتنزلها من تحت بس من ماب ثانيه. لو تكمل طلعتك لفوق ولا كلهم بيرجعوا بعيشوا، لو بعرف كان ما فتش.
الدولاب، وهنا بنرجع هذا الطريق اللي ما قدرناش نطلعه، فوقنا قرنفير وهون تحت في واحدة بتتفجر، ففعليا هذا هو سوري هذا هو الطريق اللي ما قدرنا نمشي. فانيوي نرجع على المانتس فيليج. انزل لتحت وهلا بدك تمشي بهذا الاتجاه. في عندك هون برضو بارت من اللور بيحكي لك انه بين المانتس والبيل كينج. هلا شعب المانتس ما رضيوا البيل كينج يصير هو ملكهم، فعملوا تروس وعاشوا لحالهم، سكروا حالهم الباب. فهاي هي بارت من اللور. هون تحت لو تتبه عندك سبايكس، فبدك تعمله بدك تعلق على الحيط وتعمل داش بالضبط. هون بدك تنط وتعمل داش، تمشي لهون. هون في عندك جيو، فتعلق على الحيط تعلق على الحيط وداش تاخذ الجيو كاش. تكمل من هون توصل عند الليفر، حيفتح هذا الباب، حيفتح الباب اللي تحت. هون عندك كمان جيو كاش، تمام. وهلا طريق هون تحت فتحت هيك. برضو منروح على تكملة المانتس فيليج. هلا هذا الطريق عبارة عن شاف طويل وفيه أماكن مسكرة، فبدنا نفتح هدول الأبواب. اوكي انزل هون، انزل هون واستنى يجي هيل. هون هون جنبه داش، اطلع لفوق، تعال هون، بعدين جنب على الحيط نفسها داش. بس تطلع هون رح تفتح اول ليفر، فعندك هذا الباب فتح اللي هو من محل منزلنا. كمل الطريقة تاعك. هلا زي ما حكيت شاف طويل نازل لتحت، في منطقة على الشمال ومنطقة على اليمين، فبدنا نخلصهم واحدة واحدة. فبتبلش المنطقة اللي على الشمال، افتح هذا الليفر ما توقع. هذا الليفر حيفتح لك البوابة اللي فوقنا هناك. اوكي بعدين حتلاقي هدول العمودين، روح على العمود الطويل، طلع على اليمين، في عندك هنا كمان كاش، فاخده وارجع انزل من هون لهون. هتلاقي عندك كمان ليفر هيفتح لك كمان باب. هلا هون نط لاخر اشي، في كمان جيو كاش، اعمل هون داش. هون في عندك مانتس وورير، حلو. هلا بدنا نطلع بالعكس على الجهة اليمين. هون في عندك ليفر هيفتح لك هذا الباب. هون فوق في واحد من البطيرو، تحت في كمان وورير، اوكي. وهيك رجعنا للليفر اللي فتحناه من دقيقتين. هلا بتروح على اليمين، هذا الليفر فتحناه اوريدي، تعال لهون، شابط على هاي الحيط دولاب. هذا اللي تحت ممكن، لا مش ممكن. هلا هون في واحد بطير وفي واحد عادي اذا شايفينه، فحاول فوقه هاد واضرب اللي فوق. هلا هون اهم شيء ممكن احكي لك اياه انه اقتلهم واحد واحد، حاول لا تسحبهم مع بعض، لانه سحبتهم مع بعض الموضوع مزعج. تيجي هون افتح كمان ليفر، وهيك بنكون رجعنا لنقطة البداية. فهيك خلصنا اللوب كلياته. لو تيجي هون في عندك مانتس وورير فوق وفي جنبه ليفر، شايفين؟ لما تقرب هون راح يسكر عليك هذا الباب. وفي هون زي ما شايفين في رسمة كرسي، فيضمن انه في بنش قلب. هلا هيك احنا خلصنا المانتس فيليج، ضايل لنا اشي واحد اللي هو البوس. البوس هم المانتس لورد، هم عبارة عن ثلاثة مانتس. هدول مش غلط تقتلهم عشان تجمع سولز. هلا البوس اول فيز راح يكون
بتقاتل واحد، ثاني فيز راح تقاتل اثنين بنفس الوقت. ضرباتهم الضربة الأولى راح يعمل داش خلال الأرينا، الضربة الثانية بيعمل تليبورت فوقك وبينزل لتحت، الضربة الثالثة راح يوقف على حيط الأرينا ويرمي الرمح تاعه بشكل دائرة، الرمح هذا راح يروح ويرجع تمام، فبتنتبه منه لأنه ممكن يضربك وهو رايح ويضربك وهو راجع. غير هيك ما في شيء. ممكن تستخدم عليه السبيل تاعتك بينشي فول سبيريت، كثير بتساعد وهو واقف فوق مثلا وقت الهيل لما يضرب السبير تاعه. هلا انا بنصح انك تروح وتروح تصرف الجيو تاعك لانه ممكن تموت احتمال وارد. اذا ما بدك تصرف الجيو على اللوما فلاي اللمبه، روح اشتري تشامبس، جيب اللونج نيل، اللونج نيل كثير راح تساعد، وجيب الشامن برضو، الشامن كثير راح تساعد بحكم انه ممكن تستخدمهم كاستنج. هلا بس تيجي هون قبل ما تبلش الفايت حيسكروا الباب، ممنوع تفوت هون. تيجي هون تعمل تشالنج وببلش الفايت. على اليمين وعلى الشمال راح يكون في سبايكس على الارض، وقع من فوق، وقع من فوق، هاي هون حيضرب الرمح، كمان رمح. هلا هون ممكن تهيل، ممكن تضرب كاست، كمان رمح. لو كنت سريع ممكن يضرب ضربتين. لو معاك لونج نيل ممكن تضربه على الحيط. هيك ممكن تهيل. اي ماي باد. ممكن تهيل، ممكن تعمل له بوغو طبعا. المفروض انه الاول almost done. ماي باد ماي باد ماي باد. وهاي برضه الحق علي. هاي كمان الحق عليك. الفايت راح يطول لسبب انه لسه ما معناش اي ابجريد، ممكن ترجع له بعدين هذا باي ذا واي. يعني هون راح تاخذ تو تشامبس فعليا بس تقتله، راح تاخذ بنش وراح تاخذ هيك فيز 1 دن. هلا فيز 2 اثنين راح يضربوا نفس الميكانيكس بس راح يكونوا اثنين. اذا ضربوهم هيك بس توقف هون تاكلش دمج. الطريقه الثانيه يضربوهم بعاد عن بعض، فبهي الحاله بتنط في اللحظه الاخيره. يكون سريع شوي، انتبه عليهم. ضربوهم قراع بعض، هون ممكن تهيل. يكون اسرع من هيك. هذول بعاد عن بعض، ما تهيل وهم بعاد عن بعض. قراب من بعض، هيل. بعاد عن بعض، لا تهيل، بدك تعمل جمب. قراب من بعض، اضرب اخ. هاي كان لازم اعمل داش. بعد عن بعض، ممكن تهيل لو معك كويك فوكس، ممكن تهيل. دول قراب راح يكونوا.
ماي باد. روب ما بتهيل جمب في اللحظة الأخيرة. هيل. طبعا هاي إذا كانت واقف بملي غلط راح تاكل دمج زي هيك، شفتوا كيف؟ هيك في فيز خلص. لا اولموست اولموست، يعني واحد منهم مات. اوكي، يعني انا هذا اللي ما كنت بدي اياه يصير، كان لازم اروح اصرف الجيو مش لانهم راح يضيعوا علي، لا لانه هلا راح اروح اجيبهم، بس هي الفكره كانت ليست جبت كمان تاليزمان ساعدني. يلا بسيط، راح تلاقي بعد ما تفتح الباب بس اللي تحت اللي نزلنا منه راح تلاقي كوريل هون، فبإمكانك تحكي معه. اوكي ترجع لهون وبتنزل لتحت اخر اشي. عاد اولموست خلصت تبا فعليا. انت بعد ما تقتل واحد حيرجع الفايت لفيز 1 اللي هو 1 versus 1 ونفس الميكانيزم. السولز راح تكون هون ما راح تكون تحت. يلا هون عند هذا البوس دائما هون بتكون السول دائما. كلاب صراحة مش هفوت على البوس وانا ناقص هيل، ناقص سولز مش مشكلة بس مش هيل. اجين فيز 1 لو معك الشامن ستون طبعا الكاس تاعك حيكون كثير اقوى. يعني عم بحاول اضرب ضربتين عشان يموت اسرع. هاي اول واحد مات، هذول جمب لما يكونوا بعاد عن بعض. نقف هناك. شايفين يعني لازم تكون واقف بالملي عشان تضبط. لو في واحد فيهم قاعد بياكل ضربتين وواحد قاعد بياكل ضربه هذا دفشني. ماي باد تاخرت. يعني افضل فرصه للهيل بمجرد ما يطلعوا على الحيط.
ما تهيل اكثر من ماك لانه يسمى طمع وراح تاكل دمج. اول مزدان واحد منهم قريبا راح يموت المفروض. هاي واحد راح فايت تاني راح هيك تكون خلصنا الفايت. يعني هو ميكانيكس هم اللي شفته هم 3 4 ضربات بس الفكرة بس هاو تو انك تسيطر وتنتبه عليهم بالضبط كيف عم بضربوا. بس تقتلهم لهذا الباب بفتح هذا الباب وديك على منطقة اسمها ديب نست. ما بدنا نروح هذا المكان يعني لو صحيح لي بديش افوته اصلا. بس بمجرد ما تقتلهم راح يوقفوا وينحنوا لك كونك قتلتهم. تخلص منهم تطلع لفوق وتطلع لفوق كمان. هلا كل الانيميز هون كل المانتس ووريرز راح ينحنوا لك اوكي وما راح يعملوا لك دمج ولا انت راح تعملهم دمج الا اذا ضربته فوقتها بيهجم عليك تمام. حتى النايم اللي بيطيروا راح يضلوا نايمين. تيجي بتفوت من هون تطلع لفوق. هذا الزلم اللي سكر علينا الباب هلا راح ينحنينا احتراما زي ما شايفين. بدك تقتله روح اقتله. بتمشي لهون في عندك بنش فبامكانك تعمل ريست هون. اطلع فوق داش تعال لهون. في عندك اول خير مارك اوف برايد تشارم هاي بتخلي الرينج تاعك كثير طويل احسن. يعني هاي بتقدر تعتبرها ابجريد لا اللونج نيل اللي بنشتريها من عند سالوبرا. طلع لفوق. انا ناسي انه او مش شايف انه في سبايكس اصلا. هذا الصندوق تاخذ منه هولون السيل. هاي برضو ايتم بتبيعها. طبعا الام بي سي اللي بيشتريهم منك موجود في منطقه سيتي اوف كير. تيجي هون تاخذ باقي الجائزه تاعتك 120 جيو. تمام هيك اوفيشلي خلصنا المانتس فيليج. هلا زي ما حكيت ولا واحد من الانيميز سواء هون ولا برا راح يهجم عليك. بدنا نرجع عند منطقه البنش لانه هناك في عندك هيدن اريا تحت وفيها ام بي سي بدنا نساعده. فاطلع هون روح على البنش. يعني اول مره متت فيها واحده من الوردات رمت علي قنبله ومتت ومش متت لاني مش شايفها لانه لما طلعت رمتها في وجهي. فلو كانت اول موت لي على البوس والله ما بزعل بس زعلت انا. هون تنزل هون نرجع على البنش تمام. بعدين تيجي تفوت هون. هاي في طريق انا ما فتها هاي اول مره بدي افوتها. طلع هون على اليمين في عندك ام بي سي. هاي الام بي سي اسمها بريتا فبدنا نساعدها. تنزل لتحت. هلا هون هذا باب مسكر. هذا الباب ودي على منطقة اسمها رويال ووتر ويز مسكر ما بيفتح من هاي الجهة. كمل نزول لتحت راح ناخذ كمان تشارم اللي هي داش ماستر. هاي بتصير الداش تاعك اسرع الداش ريتنج تاعك اسرع. يعني هون مش مبينة بس هاي حيطة مفتوحة وراح تلاقي فيها هذا المخلوق. قتله. بعدين عشان بريتا هلا في الطبيعي بدك دبل جمب تمام. بس احنا كونه اخذنا انه نمشي على الحيط فممكن نقدر نعملها بدون الدبل جمب. فمن هون نط وتشارج على الحيط هذيك بعدين انزل هون وتشارج على الحيطه هاي. انتبه من القنبله. تمام من هون كمل الطلوع تشارج على الحيط اللي قبالها وتشارج هون. هلا هون المكان كله سبايكس فخليك على الحيطه هاي بعدين داش على الشمال داش على اليمين داش على الشمال وداش على اليمين. اطلع هون بدك تضلك تطلع على الحيط. ما تخبط في السبايك اللي فوق
لما تكون قربت توصل. اطلع هون. هون برضو امسك الحيط وداش. هيك نكون وصلنا عند إبرتا. احكي معاها. راح تحكي لك انه انا واصحابي كنا طالعين بعدين انا ضعت وبطلت عارفه وين اروح واصحابي تركوني وراحوا فما الحل كيف بدي اطلع من هون. فبتحكي لها ابشري خلص انا بساعدك بس تحكي لها معلش انت غبيه شوي وصالتك ليش. احكي لها لانه امشي بس ثلاث خطوات هون تنكسر الارض وتهربي بس حشره غبيه. anyway هيك بتوقع في الاسيد وبتاكل دمج وهيك تعمل داش بتيجي على البنش. هلا كمنطقة مانتس فيليج خلصناها. النكست ستيب تاعتنا بدنا نروح على السيتي اوف تيرز. من وين بنروحها؟ شايفين فانجل ويست من المكان اللي لقينا فيه هورنت. فمن هناك بنروح على السيتي اوف تيرز. وعشان الرجعة لحد ديرت ماوث راح تكون كثير طويلة وبدي اروح اشتري اغراض انا من هناك اوريدي. فالحلقة الجاية ان شاء الله راح ابلش من ديرت ماوث نروح على كوينز ستيشن وبنمشي باتجاه السيتي اوف تيرز وبنبلش فيها. فقول لك مع المانتس لورد اذا شفتهم مش طعبين وانا متت طمع واذا شفتهم غلبوك روح اشتري تشارمز واذا لساتهم غلبينك ارجع لهم بعدين. لان زي ما انتم شايفين يعني احنا قتلناهم اخذنا من عندهم تشارم واحده بس واخذنا الجيو واخذنا الهولونس سي. فالتشارم هاي بامكانك تستعيد عنها من التشارم اللي اسمها لونج تيل اللي بتشتريها من سالوبرا. فاذا مغلبينك ارجع لهم بعدين باي وقت ما في مشكله. ولحد هون كان معكم جيمي. لو عجبتكم الحلقه لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها وقت ثرو اكتبوا لي في الكومنت. بنشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.